سؤال طرح ربما هو مبني على الفضول، والأصل في الصحافة الفضول بالأساس. بيان مجلس الوزراء بالأمس أشار إلى مقدمة لصفقات كبرى، يعني وهذه الصفقة كانت توطئة لذلك، وحضرتك أشرت في معرض الشرح لهذا. أحد السائلين يقول: هل هناك ملامح لهذه الصفقات أو لشيء منها؟ بص يا فندم، احنا الحمد لله مصر بتتمتع ب يعني سواحل كبيرة جدا، سواء على البحر الأحمر أو البحر المتوسط، واحنا بنرسي بهذه الاتفاقية الاستثنائية التاريخية غير المسبوقة آلية واضحة لأي استثمار أجنبي مباشر هيكون حابب إن هو يكرر نفس النموذج، لأنه بيحقق استفادة مشتركة. زي ما قلت لحضرتك، مخطط التنمية العمرانية محدد لنا مجموعة من المدن والتجمعات سواء على ساحل البحر الأحمر أو على ساحل البحر المتوسط اللي من شأنها تبقى تكرار لمثل هذه النوعية من المشروعات. لكن غير دول، في مجموعة أخرى من المشروعات اللي الدولة المصرية بتحضرها علشان تطرحها كطرح عالمي إن شاء الله، وكلها من المستوى العيار الثقيل على نفس هذا المستوى. ممتاز جدا. قد يكون السؤال الأخير لكنه لا يخلو أيضا من قدر من الدسامة دولة الرئيس. حضرتك أشرت إلى حجم العوائد، والعوائد على مستوى الأرقام وعلى مستوى المدى الزمني المنتظر لكي تدر هذه العوائد مشجع ومبشر للغاية، وبالتالي قد يكون السؤال: إذا سرنا جنبا إلى جنب مع اتفاق قد يكون وشيك مع صندوق النقد، لا أعلم إذا كان كذلك أم لا، كيف يمكن أن يؤثر على السوق الموازية، على استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وبالتالي الانعكاسات المباشرة على هذا على الواقع الاقتصادي؟ يعني أعتقد طبعا، يعني أنا موجود معايا سيادة المحافظ، محافظ البنك المركزي، وكان مع السيد وزير المالية، وكان لينا لقاءات الحقيقة يعني على هامش قمة دبي للحكومات. التقينا مع مديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي ورئيس البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وكل شركاء التنمية، وإحنا الحمد لله يعني نقدر نقول إن إحنا أنجزنا. يعني برضو أنا ما بحبش إن إحنا نعلن عن شيء غير لما بيتم، لكن إحنا خلاص على يعني خطوات قليلة جدا 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 من اتمام الاتفاق مع الصندوق ومع البنك الدولي ومع الاتحاد الأوروبي، وبالتالي من شأن كل ده بالإضافة إلى هذه الصفقة أن يوفر القدر الكافي من العملة للدولة المصرية، علشان إن شاء الله إن شاء الله زي ما قلنا قبل كده في تصريحات نتجاوز هذه الأزمة إن شاء الله، وتكون بداية جديدة للاقتصاد المصري في ظل الأزمة العالمية الغير مسبوقة اللي بتواجهنا.